أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الاتفاق مع روسيا حول سوريا سينقذ كثيرا من الأرواح. القوات المشتركة العراقية تطلق معركة لاقتحام قضاء راوة ومنطقة رومانا في محافظة الأنبار. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يحذر من تزايد الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش في أوروبا. وزارة الداخلية البحرينية تقول إن حادث حريق أنابيب النفط من الأعمال التخريبية وهو عمل إرهابي. مقاتلات التحالف العربي تشن ضربات على مواقع ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء. وفي أخبارنا المنوعة، موقع علي بابا يحقق 18 مليار دولار في 24 ساعة في مزيج بين التسوق والترفيه. تقارير إخبارية تكشف أن شركة أبل الأمريكية تخطط لإنهاء عصر هاتفها الأشهر آيفون.